تفسيرك ايه؟ يعني تفسيرك لده ايه؟ تفسيرك المهني ايه؟ يعني ليه نفقد بعض المواهب؟ هل دي حاجة مش بإيدنا، ولا احنا ممكن نشتغل انه يخرج مواهب عديدة اكثر من ذلك؟ يعني المفروض نعمل ايه؟ للأسف لا أعرف حقيقة التطوير في الكرة المصرية أخيرا، ولكن على سبيل المثال الأكبر اللعيبة المصريين في الوقت الحالي هو محمد صلاح، ولدينا محمد النني في وسط ميدان أرسنال الإنجليزي. نعم، هما المثالان الوحيدان للعيبة الأعلى مستوى في إفريقيا الذين التحقوا بالكرة الأوروبية والإنجليزية أخيرا. طيب، بمناسبة محمد صلاح، للعيبة المصريين نفتقد التوفيق ونفتقد التطوير في الكرة المصرية خصيصا على الصعيد الشباب واللعيبة الصغير السن. بمناسبة محمد صلاح، كيف شاهدت هذه المواجهة الكبيرة بين ليفربول ومانشستر يونايتد أمس، وخسارة مواطنك الهولندي تين هاج مع مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة؟ هي للأسف كانت خسارة فظيعة ومرعبة لمانشستر يونايتد، والذي هو لم نعهد منه هذا الأسلوب من قبل وهذا الأداء. طبعا فريق مانشستر يونايتد كان على مستوى عالي من الفورمة في الماتشات والمباريات السابقة، ولكن في الشوط الأول كانت بوادر الأزمة، حيث أن مانشستر يونايتد لم يلعب كند قوي لليفربول، ولكن ترى فرق كبير مع تين هاج عن العام الماضي. نعلم أن الكرة الإنجليزية خصوصا الدوري الإنجليزي الممتاز لم يكن سهلا لأي مدرب للتأقلم، وخصوصا في خسارة العديد من الألقاب لمانشستر يونايتد، وهو في أخير الوقت قد فاز بكأس الكاراباو. رأيك فيما يقدمه محمد صلاح في الدوري الإنجليزي، وهو يحتل الآن قائمة هدافي ليفربول على مر التاريخ في البريمير ليج؟ مستوى رائع جدا لصلاح. حتى صلاح في بعض الأوقات كان لديه موسما لم يكن بالجيد، أو كان لم يكن بالشكل الجيد والمردود الجيد في صعيد الموسم الحالي، ولكن هو بذل قصارى جهده وأثبت قدراته، أنه أحرز تلك الأهداف الرائعة، وأنه كم كان سعيدا بعد إحرازه الهدف الثاني وتخطى الهداف التاريخي لليفربول. وكم ترى من جسده الرائع، وكم ترى العمل الشاق الذي مر به صلاح لكي يثبت قدراته وذاته في ليفربول.